أهلا وسهلا، حياكم الله. هناك إحساس مشترك بين عامة المثقفين قراء وكتبة بأن القارئ أدنى رتبة من الكاتب، ولقد جاء الوقت الذي أخبركم فيه بالحقيقة بأن هذا الإحساس إحساس مخادع، والحدود بين القارئ والكاتب متداخلة، ولا توجد منطقة تفصل بينهما لا ينقطع مداها. فالقارئ حين يقرأ ينظر إلى ما يقرأ بعين لو أراد كتابته، كيف ستكون طريقته في التناول؟ والكاتب حين يمسك بالقلم يرفع رأسه وينظر في عيني القارئ متسائلا، كيف ستكون طريقته في التلقي؟ فالكتاب مثل رقعة الشطرنج يحرك أحجارها اثنان، مؤلف الكتاب وقارئه. وبنهاية الكتاب قد يفوز القارئ بأفكار أجمل عن طريق إخراج كثير من قطع المؤلف إلى خارج رقعة النقاش، أو عن طريق ازدياد معرفته في القراءة. وقد يقول المؤلف كشمات للقارئ، وتصل كثير من قطع المؤلف إلى الخطوط الأمامية في حياة القارئ، وقد تنتهي بالتعادل على طريقة الخمسين نقلة في الشطرنج. الخلاصة أنه لا توجد هناك رتب ثابتة في عالم القراءة، فالقراءة سجال والأيام دول.